وللوقوف عند أداء الأسواق العالمية ينضم إلي في الاستوديو رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد. اليوم هو اليوم الأخير للتداول في الربع الثاني. إذا ما راجعنا أداء الأسواق العالمية كل سوق على حدة، وتقييمك وتوقعاتك لها، ودعنا نبدأ بالدولار الذي يعني هل تتفق مع التوقعات بأن يفقد الدولار قوته في المستقبل؟ حقيقة فعلا يعني الدولار الأمريكي معرض إلى أنه ينخفض بشكل كبير كقدرة شرائية بنتيجة البرامج التيسيرية الضخمة التي يتبعها الفيدرال الأمريكي للنهوض من أزمة كوفيد-19. وإذا بدنا نطلع على الربع الثاني فهو الربع الذي تلقى الصدمة الأكبر بإغلاقات الاقتصاد وبتوقف عجلة الاقتصاد في أكبر الاقتصادات في العالم، إضافة إلى نقطة مهمة جدا اللي هي ضخ الحزم التيسيرية من قبل البنوك المركزية، وآخرها كان من الفيدرال الأمريكي بشراء سندات الشركات المتوسطة بحوالي 250 مليار دولار أمريكي. هذا حقيقة يضع عبء وضغط كبير على الدولار الأمريكي في الفترة القادمة وينحيه من مكانته كملاذ آمن في الفترة الحالية، حتى يكون هناك توجه حقيقي نحو الاستثمار بالأصول المقيمة بالدولار الأمريكي أو الأصول ذات المخاطر المرتفعة. وهذا ما سبب فعلا الارتفاعات المؤقتة اللي شاهدناها في أسواق الأسهم الأمريكية، إنما هي تحسب أو احتساب فعلي لارتفاع في التضخم متوقع خلال السنوات القادمة بنتيجة البرامج الضخمة التي يتبعها الفيدرال الأمريكي للخروج من الأزمة. وطالما لا يوجد عقار معين لحل أزمة كورونا، سيبقى برنامج التيسير هو الذي يعني على الطاولة الفيدرال الأمريكي، ومزيد من التيسيرات النقدية وتخفيض في القدرة الشرائية للدولار الأمريكي. رائد، على ذكرك أنه هذه العوامل قد يعني تزيح الدولار عن كونه ملاذ آمن، هل المستقبل يعني للين الياباني أو الذهب، وين تشوف الاتجاه راح يكون؟ حقيقة الملاذات الآمنة لا أعتقدها في العملات في الفترة القادمة، إنما سوف تكون نحو السلع ونحو الأصول إجمالا. أحد الأرقام الملفتة التي صدرت يوم أمس هي أرقام مبيعات المنازل المعلقة أو البيندينج هوم سيلز في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت ارتفاع ب 44%. يعني هذا باختصار شديد نتحدث عن أن الناس يضعون ثقتهم في الأصول وتخوف وتحسب لانخفاض في القدرة الشرائية بشكل عام، إضافة إلى الذهب اللي ممكن يكون قد يلمع أكثر في الفترة القادمة، خصوصا بأنه ازدادت حيازات صناديق الاستثمارية المرتبطة بالذهب بشكل كبير خلال الفترة الماضية بنتيجة أنه ارتفاع مستويات التضخم وهو خزان للقيمة. طب نتحدث عن النفط أيضا الذي فشل في حفاظه فوق مستويات 40 دولار. حقيقة النفط ارتباطه ليس فقط كسلعة مقيمة بالدولار الأمريكي، إنما ارتباطه بالطلب الحقيقي عليه لنتيجة فتح الاقتصادات أو عودة قطاعات الاقتصاد حول العالم للعمل بشكل طبيعي، وبالتالي تحسن في الطلب، ما أبقى النفط يعني نوعا ما في مرحلة ارتداد نوعا ما، هو التدخل في المعروض والتدخل في تجميد وتحجيم المعروض النفطي دونا عن الطلب. كمية الطلب الارتفاع الذي تحققه بعد فتح الجزئي للاقتصادات لم يكن كافيا، خصوصا مع موجة ثانية من فيروس كورونا ضغطت أكثر على أسعار النفط، وقد تستمر موجودة يعني تستمر عند 30 إلى 35 دولار للبرميل. رائد، باختصار الأسهم هل تتوقع أن تكون أفضل أداء في الربع القادم؟ ليس جميع الأسهم، إنما قطاعات معينة أعتقد ممكن يكون في عنا قطاعات تكنولوجيا تستمر بالارتفاع، ولكن القطاعات الإنشائية والقطاعات الأخرى المرتبطة نوعا ما بعودة افتتاحات الاقتصاد سوف تبقى تحت الضغط، وبالتالي الاستثمار بالأسهم يجب أن يكون حذر نوعا ما. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات. شكرا لك.